الله عظم البلاء وبرح رحمة الله وبركاته. أكثر الناس خطية، اللي يشتغل تاكسي، يشتغل عمال، اللي يشتغل حداد، أكثرنا أعمال حرة وتعب. يجي الرجال البيت كل جسمه مشنج، كل جسمه تعبان، يبقى شلون هو شلون يصير عنده انزلاق، شلون يصير عنده فقرات، شلون ظهره يتعب، شلون ركبته تتعب بالإهمال. يهمل نفسه خطية في سبيل يجيب مسواق للبيت، يهمل نفسه في سبيل يكمل السيارة، في سبيل يكمل المحل. هاي الخلطة أبويا خبطوها خلوها بالثلاجة، زيت بذور الكتان، زيت الفجل، زيت الزعفران، من كل شيء علبتين. هي العلبة ترى لو بـ2000 لو بـ2.5، مو أكثر ترى. تخطوهم كلهم سوا، تقرأ عليهم سورة الجن مرة وحديث الكساء مرة، وجه الله ثواب المولاة الزهراء بنية الشفاء. أي تشنج بجسمك يصير الدهنة بالليل تمسح، تقعد الصبح تغسله باذن الله تعالى، اي تشنج ينتهي عندك. حتى اكو بعض الاطفال الكبار يسعد التشنج هنا بالاعصاب، يقول الصبع يوقف نوبات. اكو بعض الاحيان يقول بعض المتصلين يتصلون بي يقول ايدي هيش توقف نوبات. فهاي الخلطه كلش مفيده للتشنجات. زين اكو بعض الناس المرضى الحالات النفسيه هم يسعدهم تشنج بالاعصاب. هاي الخلطه كلش مباركه ان شاء الله، واهم شيء الصلاه على محمد وال محمد يومية 1000 مره بثواب مولات الزهراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وارجع اوصيكم لا تنسون والدي بالدعاء.